في الفيديو ده هوريك ازاي عملت اغنيه من كلاكسة عربيه كانت راكنه بالصدفه، صاحبها ادى كلاكسة منها، الصوت عجبني بصراحه، وده الفيديو. صاحب العربيه دي سامعه بيعمل كلاكس. تعالى اوريك طريقه عزفها عشان طريقه عزفها مختلف تماما. لو ركزت معايا هنا هتلاقي عندي هنا في الكيبورد انت ممكن تعزف كده، بس لو دوست على الارب هنا بالظبط الصوت عندي هيتحول زي كده، فانا هعزف دي. هحط على الصوت بلجن اسمه جروس بيت، كتب على البيت دي حاجة عاملة زي ألفاء، دماغي تجيب لي الألفاء ألفاء. استنى كده، هو أنا ليه ممكن مخليه الصوت عامل زي الوحش بيقول ألفاء ألفاء؟ تمام، دماغي تجيب لي الألفاء.